ما هو واجبنا من أجل حماية وطننا وأمتنا وسيادتنا من الخلل الداخلي ومن العدوان الخارجي ومن شياطين الإنس والجن؟ فيكون الجواب أيها المؤمنون والمؤمنات تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من أجل أن نكون آمنين علينا أن نكون منسجمين متفاهمين متحدين، وهذا مبدأ شرعي إيماني قرآني.